فيديو ايه اللي واقف ايد سالم؟ حماك طلب من سالم يسجله فيديو وهو في العنايه المركزه. سالم يا ساره كان عايز يقول فيه وصيته لساره، كان خايف ما تلحقوش، قال لها ان عندها اخت في اسكندريه، بس هو ما يعرفش اسمها ولا يعرف عنها اي حاجه. كل اللي يعرفه عنوانهم القديم واسم امها اللي كان متجوزها في السر، ولا هرب منها بعد ما عرف انها حامل. يقصد امل مش كده؟ دور على اختك، قلت لها نصيبها في الميراث. سعيد طلب من ساره تدور على اختها وتديها حقها الشرعي في الميراث. ايه هيبقى زيك اللي هو نص نصيب ساره؟ بعد امك واخوك ما ياخدوا نصيب. سالم قال لي لو قدرت اوصل لامل وانتحل شخصيتها قبل ما ساره توصل لها هقدر اشارك ساره في الميراث، وبكده ابقى رجعت حق امي، يمكن اكتر منه كمان. واكيد طبعا سالم قال لك بعد ما تاخدي حقك تدي له هو الباقي مش كده؟ كنت فاكره هيقول لي كده، بس هو فاجئني، طلب مني ارجع لامل حقها كله عشان ما نبقاش ظلمناها هي كمان. غريب قوي الكلام ده. انا كمان استغربت، بس فهمت هو ليه عمل كده. سالم هو اللي عرف امي على سعيد منصور، كان حاسس بالذنب انه مش قادر يرجع لها حقها، وعرفت كمان انه كان بيحبها من زمان. وامتى رجعت الرمزيه؟ فضلت ادور على امل وعرفت انها كانت بتتعالج في مستشفى المواساه. افتكرت ان رمزي كان بيشتغل فيها زمان. انت تعرفي رمزي منين؟ كنا جيران من زمان واحنا صغيرين، وكان بيحبني. يحبك؟ يعني كان عنده استعداد يعمل اي حاجه علشان خاطرك كده. انا فهمت اللعبه اللي انتوا عملتوها. طبعا رمزي ما كدبش خبر، وعرف يوصل لامل في منتهى السرعه، وعمل للبنت تحليل دي ان ايه في وسط شويه تحاليل وهميه، والبنت غلبانه ما هيش فاهمه اي حاجه، وخد منها العينه وقدم العينه دي في المعمل على انها العينه بتاعتك، واستلم التقرير باسمك، ومن هنا بدات انت ورمزي تعملوا الفيلم على ساره. هي ليه ما رضيتش تتكلم؟ واضح ان انا مش عايز اتكلم قدامي. ايه اللي حصل عشان تجيبها هنا؟ رحت البنسيون لقيتها مغمى عليها. ساره صدقت اني اختها. ما حد بيعمل خير ربنا بيجده له، واللي انت عملتيه معايا كتير، بس بعد ما وصلت لي كان كل اللي فارق معاها ازاي تاكل حقي وتفهمني انها اديتهولي، مع ان كانت وصيه ابوها قبل ما يموت انها ترجع لاختها حقها، وهي ما عملتش كده.